حين تتكلم في مسلم أنت أو في مسألة مسائل العلم، تعرف هذا الكلام في النهاية ما هو يعني؟ نوع من أداء الشهادة. وبعضهم يقول شهادة لله، كما أفعل هذا أنا، أنا أقول شهادة لله، أشهد الله على ما أعتقده، إن كنت صادقاً فنعم ما أتيت، وإن كنت كاذباً أنا متأكد أن رب العزة يقول لي يا زنديق يا أخبث العباد تشهدني يا زنديق يا منحل العقدة على ما تعلم أنك كاذب فيه. الإمام النووي في شرحه على مسلم ذكر أن من أتى مثل هذا الجرم والعياذ بالله عرض نفسه لنار جهنم. إياك، إياك أن تقول أشهد الله وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب. كيف تأخذ؟ كأنك تقول لهم الله تبارك وتعالى يشهد على ما أشهد عليه، وأنت تعلم أنك تكذب. بس الأخطر مما يظن الناس، والله العظيم يا أخواني، لذلك أنا أقول لكم، وهذا سر ما أقع فيه أنا إيه من جسارة وجراءة، لا أستطيع أن أقول غير ما أعتقد. تغضب يا سني، ترضى يا شيعي، تغضب يا شيعي، تسعد يا سني، والله العظيم لا يعنيني. تسميني إبليساً، تسميني قديساً، بالله العظيم لا يعنيني. يعني أن أقول ما عندي، كما أقتنع. قد أكون مبطلاً في فهمي، قد أكون مخطئاً، لكن أنا متأكد أنا مأجور إن شاء الله تعالى. نظرت واستفرغت إيه؟ الوسع في النظر. هذا قصاراي، ممكن عقلي صغير، فهمي محدود، سأوجر. دائماً أقول أنا دعائي اللهم اجعل حسابك لي على مقصودي لا على محصولي، كما قال الفخر الرازي، مقصودي نيتي يا رب، أنت تعلم نيتي. أصبت أخطأت شيء آخر، لكن أنت يا أخي المسلم لو كان مقصودك التشفي والبعث والغيرة والحسد والحقد، أو كنت مدفوعاً، أو كان لك أجندة ومقترحات وتكلمت فأصبت، أصبت مناط الحق، أنا أقول لك تعرضت لغضب الله ولعنته، لأن النية ليست لله، النية كاذبة. صحيح؟ النية هي بحد ذاتها معصية، أنك ستقول ما يقترح عليك. كيف يقترح؟ كيف يقترح؟ يعني لا يهمك أن يكون إيه ما يقترح عليك إيه حقا أو باطلا، يهمك أن تلبي المقترحات وتأخذ إيه الدريهمات، أو حتى إيه الجزاء المعنوي يسمح لك بالضوء. إياك، لا تلعب. لذلك نصيحتي لكم لا تلعبوا بدينكم، والله العظيم يا أخواني، العب بأي شيء آخر، بالدين لا تلعبوا. ليس مغامرا بدينه كآمني، ليس مغامرا بدينه كآمني.